مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أنا استضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا رحبوا معي بالسبيشال بيزنس مان مستر أمان الله، الأونر لأمان الله تكنيكال سيرفيسز كومباني LLC. بداية جود افترنون، مرحبا مستر أمان الله، كيف حالك؟ ما شاء الله، الحمد لله. الحمد لله زين. لا ما شاء الله زين. انا زياده في مبسوط عشان انا هنا موجود داخل شركه مال انت. خلينا احنا يحب يخبر هذا مشاهدين، متى يجي انت مال هنا يو اي اي، وكيف انت يسوي ستارت مال شركه مال انت؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، انا اول يجي 20 سنه قبل انا يجي. ما شاء الله. بعد انا يجي من اول سوبرفايزر شركه. ايوه، سنه انا اشتغل مال سوبرفايزر مني شركه، بعد الحمد لله انا في ترتيب شركه مالنا. مال انت هذا قبل 20 سنه. ايوه. جميل. هذا شركه، بعدين شو يصير؟ بعدين انا شركه ترتيب في مينتيننس جنرال كونتراكتنج. ايوه. بعدين في ترانسبورتيشن. الحمد لله. الحمد لله. الحين خبر انت شو هذا شركه امان الله، شو انت بروجكت انت يسوي ترتيب داخل الامارات، وشو انت في خدمات انت يسوي مال هذا كلاينت مال كاستمر، شو انت يسوي ترتيب؟ يعني هذا شركه لشو يسوي ترتيب؟ ما شاء الله الحمد لله، انا في واجد بروجكت، انا ممكن في 1000 بروجكت انا اشتغل مال هنا. ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا ترتيب شركه مال ACC أربتاك عمار، شيخ محمد بن راشد، شيخ زايد بن نهان. أيوة. انا بروجكت مال ما في هنا، كله ابو ظبي ما شاء الله. ابو ظبي بعد شيخ محمد بروجكت انا اشتغل مال شيشل، داخل شيشل. اها ما شاء الله. يس انا معلوم شيشل بيج بروجكت انا شيخ محمد بن راشد محمد بن زايد النهان. ايوه. انت شو انا في سنتين سنه بشتغل هنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب الحين مستر، انت كيف يسوي هذا شركه امان الله تكنيكال سيرفيسز ديفرنت عن ثاني شركات؟ يعني كيف انت تسوي هذا ديفرنت؟ ما شاء الله الحمد لله، شغل في واجد مالنا الحمد لله. بس كلام واحد، انا قيمه مضبوط. افري شركه افري كومباني انا اشتغل في، بس سؤال واحد هو كلام، انا اشتغل ريد ممكن 12 سنة. أنا شغل ممكن 18 months. أنا اشتغل أنا كلام أنا ريد فلوس سيم بر تريد نظام. أنا قبل خمسة شهر قبل آتي شغل ملندا. أها أيوة أيوة. كواليتي نمبر 1. بعدين best quality and a good time and a good price. Yeah. Sometime شركة ما في فلوس. إن والله أنا أي شركة ما في شوغر بنت. أها. أنا شوغر فلوس مال جيب مال أنت سوي ترتيب. بعدين شركة project complete بعدين حاصل فلوس ملنا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله، برافو والله مستر. انا زياده مبسوط على طريقه شغل مال انت، كيف انت تسوي مانجمنت مال شغل مال انت. الحين انت شو بلان مال انت مال فيوتشر؟ انت يفتح تاني بزنس ولا يفتح تاني مشروع؟ شو انت؟ الحمد لله انا في ترتيب مال انا هنا في بروجكت مال انا مشروع ان شاء الله نيكست يير. اي ام ويتينج فور درينج، ويتينج فور كونسلتد سوي نيغوشيشن. اها. بروسيجرز فور بروسيجر. اها. ترتيب ان شاء الله ميبي اكتوبر نوفمبر سوي ترتيب بروجكت مالنا ان شاء الله. جي بلس 5 ان شاء الله ان شاء الله. يعني ان شاء الله احنا اي هوب والله اي اسك ماي الله يعني اند ماي جاد جيف يو رزق بيكوز يو ار ا جود مان ان شاء الله. الحين مستر انت في موجود داخل يو اي اي 22 سنة، أنت معلوم يو اي نمبر 1 ان ذا وورلد، في سيفتي، في سكيورتي، في أمن، في أمان، في كله موجود. فمستر أمان احنا يريد رسالة شكر مال شيوخ
شيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، شيخ محمد بن راشد حاكم دبي، من مستر أمان الله الأونر والسي إي أو لشركة أمان الله تكنيكال سيرفيسز. تفضل. ولا أنا شغل أول 10 سنة مال السعودية. أها. أنا شغل قصر مال شيخ زايد سلطان، سوري شيخ محمد، شيخ سلطان. أيوة. داخل السعودية. مال قصر مال ترتيب هو. بعدنا أنا شغل مال كمال بن أدهم تركي وزير خارجة. هل تركي؟ يا أنا شغلني. بعدنا أنا سير اسكندرية. أنا شغل واجد من هنا. ما شاء الله. أيوة. بعدين إن شاء الله أنا أجي داخل كل الدنيا من طرف واحد. كل الدنيا من طرف واحد. صحيح. بدون سعودية ربيا. صحيح. يعني أنا مسلم، أنا احترام مال زيادة مال سعودية. صحيح. صحيح. شو يعني بيت الله؟ صحيح. بيت خانة كعبة مكة. ثاني مكة، ثاني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في صلى الله عليه وسلم في روضة كريم. صحيح. كل الدنيا من طرف واحد، دبي من طرف واحد. صحيح. يعني سكولتي بلان مزبوط 100%. سيستم مزبوط 100%. كل الدنيا من سبورت. سبورت في زيادة. Average. Department. Every department. Yes. You know, and here, من طرف الدنيا من واحد في digital. صحيح. يعني الحين في داخل أمارات ما في شغل مال paper. Digital system. Digital. صحيح. يعني من دنيا واحد. ثاني في project في شيخ في زيادة compromise. صحيح. شيخ محمد بن زايد زيادة كومبرومايز، الحين شيخ فيزا يجي. صحيح. زيادة احترام مال نفرات، بزنس مان، كوميونيتي، في ريليشن شيب مضبوط 100%. 100%. يعني يجي ديبارتمنت بوليس. صحيح. في زيادة احترام. كله زين، الحمد لله. يجي بنك من زيادة احترام. صحيح. يجي من شركة واجد في زيادة احترام، يعني نفرات شوف هذا فيرست بريورتي في بروتكشن 100%. صحيح. كل الدنيا من هنا. الحمد لله. الحمد لله. احنا من قناة ABC العربية نشكر شكر خاص لشيوخنا الكرام الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد. ايضا نشكرك مستر امان الله. انا في شكرا مال انت عشان انت يخبر اهلا وسهلا مال احنا هنا داخل شركة مال انت. ان شاء الله اولويز احنا يشوفك مال هاي ليفل. ان شاء الله انت في ريتش هاي ليفل. ان شاء الله. ان شاء الله في دعاء مال انت. رزق من الله. إن شاء الله. إيه إنسان لازم في ترتيب مال شغل. صحيح. في نية. نية شغل. صحيح. صحيح 100%. الحمد رزق لله. من طرف الله. رزق من الله. الحمد لله. أنا في ترتيب. الحمد لله. صحيح. وأترك كل شيء مال الله هو ترتيب. كل شيء من الله. صحيح. صحيح. إنما الإيمان بالنيات. صحيح. برافو عليك أحسن. والله. برافو عليك ما شاء الله. ما شاء الله عنا. كله زم باقي الحمد لله في شغل هن ترتيب واجد شغل واجد الحمد نفرات لله. شوف هذا كل الدنيا من هدف سيدي من داخل دبي. صحيح. صحيح 100%. يعني كم النفرات هني اماراتي؟ ممكن 1 مليون. لا 3 مليون. ممكن. اور كل الدنيا من موجود كم هذا في واجد في زيادة ممكن 5. لازم اي نفر يجي من هني حسن أكل مزبوط ريزيدنس مزبوط لايف ستايل جود. لايف ستايل جود نمبر 1. يس ان امارات. صحيح. منو طريق مال شيوخ كله من كله شيوخ. صحيح. صحيح ما شاء الله. شكرا مال انت مستر امان الله. انت رسالة مال انت. انا يعني ان شاء الله شيوخ في شوف انت شو كلام مال الامارات. انا في ريلي زيادة براود اباوت ات. شكرا مال انت مال يور تايم كمان قبل في انت البروجرام هذا. وين لوكيشن انت موجود؟ وين انت موجود داخل دبي؟ داخل دبي هور لانس. انت داخل هور لانس. هور لانس. مشاهدين الكرام احنا في شركة امان الله تكنيكال سيرفيسز في امارة دبي هور لانس. كونتاكت نمبر داون اوف اور سكرين. ويب سايت داون اوف اور سكرين. شكرا مال انت مستر امان الله مرة تانية. شكرا. ما شاء الله. الحمد لله. شكرا. مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا يوم الجمعة
الساعة 4 ويوم السبت الساعة 5 على قناة ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.